بإذن الله. طيب بنقول له مليون حمد لله على سلامتك صلاح باشا، لاعب منتخبنا الوطني للشباب ولاعب أودينيزي. صلاح أهلا بيك، ألف سلام عليك، اهلا بيك يا كابتن. أخبارك إيه؟ سلامتك، الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك. طمنا على كتفك وطمنا عليك بعد الجراحة اللي عملتها النهاردة. أنا الحمد لله دلوقتي تمام، عملت العملية ودلوقتي الحمد لله تمام. أنا وقعت امبارح في الماتش النايجر على كتفي، فودوني مستشفى المقاولين على طول، ايوه وقرروا يعملوا عملية. فانا كلمت الدكتور في الدرجه الاولى بتاع اودينيز عشان ما اعملش حاجه غير كده، لازم اسال النادي مظبوط الاول. قالوا لي ان الاحسن هقعد واروح اعمل عمليه هناك في ايطاليا، لكن بالصدفه يعني كابتن محمد حشيش كان موجود معايا، و هو اللي كلم كابتن المهندس احمد مجاهد ايوه وقال له ان هنا يعني في مصر في دكاتره مميزين جدا. فعملت عمليه مع الدكتور اشرف محرم، ايوه ويعني الحمد لله نجحت. وانا دلوقتي بشكر يعني على الاهتمام، بشكر طبعا رئيس الاتحاد الكره مهندس احمد مجاهد والمسؤولين وبتاع اللجنة المنظمة للبطولة العربية. يعني بصراحة ما سابونيش من أول ما اتخبطت في الملعب، حسيت انت من اول ما اتخبطت ان هي كسر؟ أنا أول ما نزلت عليها سمعت الطرقعة، يعني حسيت إن كان في حاجة. الف سلام عليك. الله يسلمك. في ويعني ايطاليا بشكر برضو اتفضل. كابتن محمود جابر طبعا وجهاز فني جه يزورني في المستشفى، وطبعا الدكتور احمد ممدوح اللي هو اخصائي التدليك المنتخب كان قاعد معايا، يعني كان بايت معايا يعني اليومين، وطبعا الدكتور هاجد. يعني الحمد لله الاجواء كويسه، كانوا مهتمين بيا جدا فرحان، انا كويسين الحمد ما لله سابونيش. تمام. طيب ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامه وترجع زي الفل. يعني يمكن الدكتور قال لي من شويه انه فيها شهرين او شهرين ونص بالكتير وتكون في الملعب من مره تانية، فان شاء الله ترجع وتتالق. انت هل اتحدد ميعاد سفرك لايطاليا ولا لسه ما تحددش؟ لا انا لحد الان يعني بكره ان شاء الله اخرج من المستشفى، وحبيت اروح المعسكر المنتخب فريقي يعني عشان اكون مع وسط زمايلي، يعني اشجعهم ما اسيبهمش يعني. وان شاء الله بعد البطوله تنتهي اسافر ايطاليا عشان اتعالج هناك مع الفريق اودينيزي. طيب عايز اسالك عن منتخب ايطاليا بقى شويه. 3 ماتشات انتصارات، الناس عماله تزيد توقعاتها انه ممكن يكون مرشح كبير للفوز بالبطوله اليورو، ايه رايك انت؟ مين معلش ممكن تعيد السؤال؟ منتخب ايطاليا 3 انتصارات في اليورو، فالناس توقعاتها بتزيد انه ممكن المنتخب الايطالي يبقى بطل اوروبا، انت ايه رايك؟ شايف ده محتمل او ممكن يحصل؟ ممكن، انا شايف انه يعني فريق قوي جدا طبعا، فيها لعيبه كبيره جدا، و يعني كسبوا امبارح برضو دلوقتي ثلاثة كسبوا دايما 3 بونت، ولا انا شايف يعني ممكن يعملوا حاجة في اليورو. مظبوط، هم طبعا متصدرين والنهارده اتعرف انه هيلعبوا النمسا. عايز اسالك انت بقى على يعني من ساعه ما مشيت من الاهلي، هل في تواصل بيحصل بينك وبين الاهلي؟ هل في اصلا في العقد انك في حق رعايه للاهلي؟ مش عارف الكلام كله واضح ولا لا بالنسبه لك، بس العلاقه بينك وبين الاهلي هل خلاص بانضمامك لاودينيزي خلصت ولا في علاقه مستمره؟ لا هو في علاقة مستمرة، ولكن ما كانش في أي عقد. تمام أنا كنت مشيت بس عشان والدي كان جاله ظروف صحية، وإحنا كنا لسه صغيرين في القاهرة مع والدتي أجنبية، فهي مش عارفة تعيش في القاهرة ايوه وإحنا كنا لسه صغيرين. فروحنا سافرنا معاه إيطاليا، ورحنا اتمرنا بقى في، ما كناش يعني ينفع نقعد في البيت الفترة دي كلها، ورحنا اتمرنا في نادي اودينيزي،
هما بعد كده فرجعنا مصر تاني، هما جم شافونا في ماتشات وبعتوا دعوة يعني للنادي الأهلي، فاحنا بعد كده رحنا معايشة وخدونا. تمام. هل في أي كلام من منتخب إيطاليا في المرحلة السنية دي إن أنت تنضم، أو حد كلمك قبل كده في الموضوع ده؟ اه كلموني بس انا حبيت يعني العب في منتخب مصر. ممتاز، منور الدنيا، وسلامتك مرة تانية، وإن شاء الله تقوم بألف سلامة يا صلاح. الله يسلمك يا كابتن، شكرا شكرا. ليك، شكرا ليك على وجودك معنا. صلاح باشا اللي بنقول له الحمد لله على السلامة، وطبعا بشكر كمان زميلي وسيم أحمد المتخصص جدا في الكرة الأوروبية والمصريين المحترفين في الخارج اللي سهل لنا إجراء هذه المداخلة. في